وبرضه بعيدا عن جزئيه ان هم كانوا مضطهدين يعني برضه تاريخيا يعني، يعني ابعد عن القانون ابعد عن التاريخ يعني، فكره الاضطهاد دي نتكلم فيها بعدين فيما بعد يعني. كويس؟ لا مش فاهمه يعني، يعني هم ما كانوش مضطهدين زمان قوي يعني. لا يعني انا القوى الموجوده والقوى الاقتصاديه اللي موجوده وكل ده اللي موجود عندهم، المعارضه المصريه كلها كانت ما كانتش مضطهده. لا 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 ما كانتش مضطهده. لا الفئات الحقيقيه هي اللي كانت مضطهده. لا انا بتكلم على معتقلات مليئه بالاف وعشرات الالاف من المعتقلين يعني، منهم عمرو غفادي. ده امتى ده؟ في الستينات الاخوان. لا 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 الستينات ايه ده، موضوع قديم بقى. ده موضوع تاني يعني، تكلمي تاريخيا يعني. انا بتكلم تاريخيا طبعا. كلمه تاريخيا ما بتتكلميش على اول امبارح يعني. لا بس كان اول امبارح كان في تضييق، لحد اول امبارح كان في تضييق شديد يعني، ما نقدرش نقول زي غيرهم، زي حضرتك القوى زي اي حد يعني. لا بالتاكيد يعني زي اي حد، يعني زي اي حد يعني، مش ده موضوعنا. بس ده على فكره ما بقاش السبب ان نحكم. انا فاتح معاك الموضوع ده علشان السبب ده مش ده السبب ان نحكم.